في الفيديوهات السابقة حكينا عن establishing the context, risk identification, risk analysis. هلا رح أكمل في risk evaluation. فعليا الrisk evaluation هي يعني إحنا ناقشناها قبل بهي ال priority setting بنسميها, إنه إحنا بعد ما عملنا بس بدي أضلني ورا لأنه إحنا هون نطلع يعني إيش نهاية هذا الخطوة اللي هي list في الrisks. شو الريسكس اللي بتأثر على شركتي ومؤسستي وما إلى ذلك. هون تفصيل أو شرح للإمباكتس تاعين هاي الريسكس وإذا كيف نعطي معيار لكل وحدة وريسك ماتريكس في الريسك أناليسز على أساس بالنهاية يطلع عندي معلومات عن كل نوع ريسك قديش بيأثر علي وكيف بيأثر علي عشان بالنهاية أعمل ريسك إيفاليويشن واللي هو ترتيب أولويات. إيش يعني ترتيب أولويات؟ يعني اللي زي ما قلنا اللي إمباكتها على شركتي عالي ومخاسرها عالية وما بقدر أخوض فيها كريسكس كتشينج لازم أعمل كل الريسورسز تاعتي فيها وبمعالجتها رح تكون هي نمبر ون عندي في البريوريتيز, لأنه ما رح أترك يعني مثلاً ثريت معين يأثر على شركتي ويخسرني ويعمل لي هيك. أكيد لازم أعمل له تريتمنت وحيكون أكتر إشي بشتغل عليه هو حيكون كل الريسورسز تاعتي عليه. ففعلياً ترتيب البريوريتيز كتير مهم, لهيك قلنا وشددنا على الكريتيكال جادجمنت قبل. البريوريتيز كتير تحديدها مهم عشان التريتمنت يكون صح ويكون بطريقة صح. نبلش في اللي بيأثر كتير وننهي في اللي بيأثر يعني مش كثير تأثيره ممكن يأثر على العمل, زي مثلاً انقطاع الكهرباء اللي هو من الدولة وإذا كان مصنع بيشتغل على كهرباء زي ما ضربنا مثال قبل. فعلياً لو انقطعت الكهرباء على هاي الشركة اللي بتشتغل على الكهرباء حيكون مصيبة, حيوقف عملهم. فهاي من أكثر الأولويات خلينا نحكي عندهم, لأنه إحنا فعلياً ما بدنا يوقف الشغل. توقيف الشغل لمدة ساعة ممكن يخسرني ملايين ملايين الدولارات لنفرض. فبهاي الحالة إنه التريتمنت تاعه رح يكون أولويتي. أول إشي حامله إنه حركب مثلاً مولدات طاقة على الطاقة الشمسية لنفرض, يعني حيصير الهاندلينج تاعه كبير لأنه الخسائر عالية. وهذا مبدأ الـ Risk Evaluation بشكل عام. بدي أقرأ اللي هون. Once an agency has identified and analyzed its risk, they should be evaluated to determine which risks are to be treated and the priority for treatment implementation. This process is known as Risk Evaluation. وهيك. بس هيك بنكون خلصنا الـ Risk Evaluation. يعني فعلياً خلصنا الـ Risk Assessment. اسمحي لي أضيف شغلة صغيرة. أكيد دكتور, تفضل. في الإيفاليويشن when you evaluate the risk and the priority of the risk إذا كانت عالية أو واطية إنه هذا risk أولوياته أكثر أو أقل, في يمكن أنا قصرت ما شرحت لكم شغلة اللي هي بالdecision making. Once you want to make a decision about a risk, في you make the decision based on two different things. The first one is the decision based on the consequences of the risk. يعني أنا بدعمل قراري based on the consequence of the risk اللي هي العواقب تبعت الريسك أو الإمباكت تاع. أيوة. So that's one type of decision making based on the consequences. The other type is you make the decision based on the appropriateness. No, it's appropriate. No, الأولوية. No, أنسب. Sometimes you don't have information. You don't have data to exactly evaluate your risk. الحل ما بقدر أنا أعمل أخذ قرار based on the consequences. لأنه it's not calculated. ما بقدر أكممه مش كمية. فبنروح لل appropriateness. No, well, it's more appropriate. الأنسب. وهذا بأكد على إنه كمان الريسك مانجمنت على الأقل من وجهة نظري it's an art and science. زي strategic management, it's an art and science. Sometimes بيكون في باب
للخبرة. في strategic management when you make a decision and know we need to take this strategy. هاي الاستراتيجية اللي بدنا نمشي فيها. But definitely it's based on data. But sometimes we make the decision based on the appropriateness. هون بيصير الخلط ما بين science and the art. سكروا الباب ماما. الخبرة. خبرة المدير. Okay, thank you.